الشقب دبدوب بالجهه الاخرى من الميدان سيقتضيه الخيال ابزيو لكن قاده بعمليه الاحماء المدرب علي. الملك نوح ابو دقه مدرب سامي حجاج ابو موسى والقياده لرأفت الوحواح نذكر باسماء الخيول المشاركه ان شاء الله في المجموعه القادمه فئه ثالثه كبار. طف الماتور يا شباب الماتور رنا رنا طفى وين قهوتي؟ داخل جهاز الانطلاق الشوط الرابع عشر من مهرجان اليوم مفتوح الدرجات. وفعلا اخواني ينطلق الشوط الرابع عشر على بركة الله بسم الله ما شاء الله انطلاقة موفقة للمجموعة الرابع عشر من مهرجان اليوم. فانتازيا مع خيال زنور متصدرة المجموعة من البداية لهيب بيماتي بالمراتب الثانية مع خالد السعدي. اياس ابو جبل مع جواد الشقب بالمراتب الثالثة. الوزير مع رأفت الوحواح الان يتقدم نحو المراتب الثالثة. فانتازيا ما تزال متصدرة المجموعة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام بسم الله ما شاء الله تبارك الله. فانتازيا ما تزال متصدرة المجموعة بدخولها الخط المستقيم يليها لهيب ميماتي. فانتازيا من الداخل لهيب ميماتي من الخارج. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. دبدوب دبدوب يندفع من الخارج هو ولهيب ميماتي. دبدوب ولهيب ميماتي لهيب ميماتي بالمرتبة الأولى مع خيال خالد السعدي. ودبدوب بالمرتبة الثانية مع الخيال بزيو بسم الله ما شاء الله مع الخيال خالد السعدي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله. انطلق رابعا مع الخيال الكبير خالد آل السعدي. قلص الفارق ما بين المنعطفين وأصر على أن يكون بطل هذا الشوط. استقبلوا معنا بطل هذا الشوط لهيب ميماتي بن ميماتي ابن الفواز الملك محمد مدربين الطبلات الأحمر. قيادة لخالد آل السعدي. مبروك ألف مبروك بطل هذا الشوط بقياده رائعه من قبل الخيال الكبير خالد آل السعدي. مبروك ابو عدي مره اخرى. ملاك لهيب ميماتي بطل هذا الشوط. المرتبه الثانيه كانت لدبدوب مع الخيال الكبير بزيو بلاك ديسبرادو وبنت الشيخ
للمالك والمدرب ابو عقاب والقياده لكزيو. دبدوب اندفع بالامتار الاخيره سويه مع الخيال كيو ار مارك الام افريكا. مالك سمير هنداوي مدربين الصبلات الامريكي والقياده كانت لزنور.